السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف العاشر بمدرسة الحكمة الخاصة، أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وسعادة. اليوم هندرس مع بعض جزء جديد في المهارات الحياتية، الجزء صفحة 41 بيتكلم عن بناء علاقات إيجابية في محيط العمل. تعالوا معا نتعرف على أهم المعلومات التي تفيدنا في هذا المجال. أولا، العبارة الأولى تقول: العلاقات تقود العلاقات الإيجابية في محيط العمل بين الأفراد العاملين أنفسهم وبينهم من جهة، وبين الرؤساء من جهة أخرى، إلى مساعدة العاملين في أداء وظائفهم في جو يسود التعاون والمشاركة والتواد، يعني المودة، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى. إذا لما يكون في علاقات إيجابية في محيط العمل بين أفراد العاملين وبين الرؤساء العمل، وبين هذا بيؤدي إلى مساعدة العاملين في أداء وظائفهم، ويؤدي إلى له نتائج. يعني ما هي النتائج؟ تعالوا نشوف مع بعض. أول شيء، تخفيف ضغوط العمل التي قد يتعرض لها العاملون، مثل قصر الوقت المحدد لأداء المطلوب ونقص مستلزمات التنفيذ. هذا أول شيء، يبقى عن طريق العلاقات الإيجابية بنخفف ضغوط العمل مثل قصر الوقت المحدد. أيضا، اثنين، جودة الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة. ثلاثة، إثبات الفرد لتمتعه بقدرات قيادية. جودة الإنتاج، يعني لما يكون في علاقات إيجابية بتؤدي إلى جودة الإنتاج، تحسين الخدمات، وأيضا تؤدي إلى إثبات الفرد لتمتعه بقدرات قيادية، أن الإنسان يتمتع بقدرته على القيادة في العمل. أيضا، تفهم الناس لبعضهم البعض الأعذار، تفهم الناس لبعضهم والتماس الأعذار والتسامح فيما بينهم. طيب، هنا في النقطة الأولى بيقول لي تخفيف ضغوط العمل. ما المقصود بضغط العمل؟ هذا تعريف. ضغط العمل يا أبنائي هو عبارة عن شعور داخلي لدى الفرد يولد لديه أو يولد لديه توترا وقلقا. هذا الشعور الداخلي بيولد توتر وقلق. بسبب ايش هذا التوتر؟ بسبب احساسه بعجز ازاء الوفاء بمتطلبات العمل، بيحس ان هو عاجز عن يعطي او يوفي بمتطلبات العمل او علاقاته في محيط العمل. هذا تعريف ضغط العمل. طبعا هذا التعريف حفظ يا ابنائي. ومن هنا فانه يجب أن تتكون قناعة بأهمية بناء علاقات حسنة في العمل، ثم القيام بسلوكيات العمل الإيجابية. ولقيام الفرد ببناء علاقات إيجابية مع الآخرين في محيط العمل، عليه الالتزام بما يأتي. حتى الإنسان يستطيع الفرد أن يقوم ببناء علاقات إيجابية مع الآخرين، لابد أن يلتزم ببعض الأمور. أولها الاهتمام، اهتمام بهم ومشاركتهم اهتماماتهم. ثانيا، احترامهم وإظهار التقدير لهم كتقديم الشكر ومدحهم. ثلاثة، تشجيعهم وحثهم على العمل والإشادة بالجيد من أعمالهم. إذن هنا في تعريف العلاقات الإيجابية لقيام الفرد ببناء علاقات إيجابية. ما المقصود بالعلاقات الإيجابية؟ العلاقات الإيجابية في محيط العمل تنعكس على العلاقة مع الزبائن أو المراجعين، فتحسن من تقديم الخدمات لهم. تعالوا نرى بعد ذلك النقطة الرابعة، صفحة 42، الاستماع لهم باهتمام، تشجيعهم على التعبير عن ذواتهم، ويفيد
في ذلك طرح أسئلة مفتوحة عن إيش هذه الأسئلة؟ عن همومهم، عن طموحاتهم، والإنصات إليهم جيدا، فمن شأن ذلك إزالة الحواجز بينهم، يعني أستمع لهم باهتمام وأسمع مشاكلهم وأسمع مقترحاتهم وطموحاتهم أيضا. أيضا رقم 5، العمل ضمن فريق، ده شيء مهم طبعا، العمل ضمن فريق بفاعلية، فكل فرد يحتاج للتعاون مع الآخرين لإنجاز العمل. رقم 6، التأكد من أنهم فهموا ما يقصد أثناء الحديث. أتأكد إن هم فاهمين المقصود من الحديث، فيجب الوضوح في التعبير والتأكد من فهمهم لما يعني. 7، معاملتهم كما يجب أن يعامل. 8، يعني أعاملهم معاملة حسنة. تقبل الاختلاف معه في الرأي وحقهم في التعبير عن أنفسهم. استخدام الدعابة دون الانتقاص من الوقار وحسن الخلق، يعني يكون في دعابة في أثناء الحديث تخفف من وطأة العمل، وفي نفس الوقت هذه الدعابة تكون لها صفات الوقار وحسن الخلق. آخر شيء، التقويم الذاتي باستمرار لعلاقات الفرد العامل بالآخرين في محيط العمل وما يتصل به، مثل ما شايفين في الصورة تحت. هذه العلاقات الإيجابية التي تعود فائدتها على الفرد وجهة العمل وأيضا المجتمع. هناك بعض الأشياء لابد أن ننتبه إليها. صفحة 43، انتبه إلى حقوق الإنسان الآتية. انتبه إلى حقوق الإنسان الآتية، أن لكل إنسان كرامة، هذه الكرامة يجب احترامها بغض النظر عن نوعه ولونه ومعتقداته الدينية. يعني بحترم الإنسان وبصون كرامته بغض النظر عن كان لونه أو معتقداته الدينية. 2، عدم استخدام الدعابة للسخرية. يبقى في هنا دعابة للسخرية، هذه الدعابة للسخرية بتفشل العمل وتقلل من قيمة الآخرين وتؤدي إلى علاقات سلبية. يبقى عدم استخدام الدعابة للسخرية، ركزوا في هذه النقطة، والنقطة اللي أخذناها فوق اللي هي استخدام الدعابة دون الانتقاص من الوقار وحسن الخلق، يعني الدعابة مشروطة، الدعابة هنا مشروطة بدون الانتقاص من الشخص من الوقار وحسن الخلق، يعني لا تتطور إلى مرحلة السخرية من الآخرين أو تغطية فشل ما. طيب، أقوم بالآتي: أمثل مع أفراد مجموعتي أننا نعمل معا في عمل مشترك بجهة عمل ما، كأن يكون قسم مبيعات. أختار إحدى بطاقات المهام الوظيفية التي يقدمها المعلم. أقرأ بطاقة المهام الوظيفية على مسمع من الزملاء، وبعد الانتهاء أستمع لهم وهم يقرؤون بطاقاتهم، يعني تعمل مثل تمثيلية أو مسرحية. أمثل أداء المهام لإنجاز العمل واضعين في اعتبارنا العلاقات الإيجابية وتعريفها اللي أخذناه في العمل. بعد ذلك بندون هنا اسم المسمى الوظيفي، السلوك الإيجابي الذي حدث في هذا الموقف، السلوك السلبي، مقترحات لتعديل السلوك السلبي. هذا بالنسبة لدرس اليوم. يأتي بعد ذلك صفحة 44، نفس الشيء، أمارس وضع لائحة بميثاق شرف التزام، التزم بموجبها ببناء علاقات إيجابية في محيط العمل. في هنا نشاط اختياري، ملاحظة، التعامل مع المراجعين أو الزبائن، أقوم بزيارة إحدى جهات العمل وألاحظ كيفية التعامل مع المراجعين من أجل كتابة مقترحات لتطويرها، ثم أقدم مقترحاتي للمعلم. هذا نشاط اختياري. في هنا بعد كده رسم تعبيري ممكن تعملوه في البيت. أتخيل موقف لا يعجبني لموظف يضيع وقت الآخرين أو المراجعين أو الزملاء أو الزبائن،
وأرسم ذلك رسما تعبيريا وأقدمه للمعلم. بعد ذلك في الأسئلة التقويم والمتابعة، هذه الأسئلة أنا بصورها وبنزلها لكم على جوجل كلاس، المطلوب إجابة عنها وإرسالها في أقرب وقت ممكن. بكذا نكون قد أنهينا الحصة، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.